Oh الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين يتجدد اللقاء مجددا مع المشاهدين الكرام لهذه القناه الفاضله مع مفهوم خاطئ اخر نمارسه صدقوني إذا قلت لكم نمارسه في بعض الأحيان بكثرة جهلنا وقلة علمنا جهلنا لكثير من الحقائق التي تجلب لنا المنافع وقلة علمنا بما أعده الله سبحانه وتعالى للذين يخالفون هذا المفهوم ومفهوم مغربي وربما يكون في كثير من الأقطار وكثير من الشعوب سد عليك باب دارك واستريح فما معنى هذا الكلام؟ واش كيعني هذا الكلام هذا؟ سد عليك باب دارك فأنت هل يمكنك أن تعيش لوحدك؟ هل يمكنك أن تكون بناءً حداداً أيضا عندك مخبزه؟ ومنظف ومهندس وطبيب مستحيل ولذلك يا احبابنا الله من مقاصد خلقه او من المقاصد في خلقه ان يكون بينك وبيني تعارف تعارف يقود الى تعميق هذا التعارف حتى نصل الى درجه الاصهار والانساب والجدود والحفدة ولو لم تكن من بيتي ولذلك هذا كلام ما يتمشى مع الشريعة السمحة التي بيّنت لنا بأن الله ما خلق الإنسان إلا ليتعارف يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا لتعارف بل عندنا ايه تبين لنا انه لسديتي عليك باب دارك وما غيجي حتى واحد يطلب من عندك وما غتعطي حتى لشي حد وربما ندخل في اولئك الذين يمنعون المعون لان هذا الذي سديتي عليه باب دارك راه غاديش يجي يطلبك وما غيجيش يطلب الاعانه منك وهو محتاج لانك ساد باب دارك وباغي غير راحه وهذا المفهوم قتل حقيقه الجوره في واقع الامر ونسينا بان الجيران كانوا بمثابه المدرسه التي تربي الابناء ما بقيت الان الجيران كانوا بمثابه الحارس الامين لجيرانهم في كثير من الاحيان ولذلك فالله سبحانه وتعالى أوصى بالجار وأن اهتم بأحوال الجار حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول ما زال جبريل, جبريل يوصيني بالجار حتى أني ظننت أنني حتى ظننت أنه سيورثه يحث على الجار كرم الجار اهتم بالجار حافظ على الجار، ما تآديش الجار إلى غير ذلك. فالجار القريب في بعض الأحيان المجاور لسكناك المجاور لأرضك الفلاحية المجاور لك في المعمل المجاور لك في الإدارة المجاور لك في القسم في كثير من الأحيان يتحول إلى ذاك النموذج الذي تكحل به عينيك أكثر من أسرتك في بعض الأحيان أوليس الجار وأنت بعيد عن موطن نشأتك بعيد عن إخوتك بعيد عن أبيك وأمك ولكنك مستقر مع جيران لمدة عشرين سنة ثلاثين سنة تزيد أو تقل يصبحون بمثابة إخوة لك يضرهم ما يضرك ويضرك ما يضرهم يفرحون لما يفرحك وتفرح لما يفرحهم ويحزنون لحزنك وتحزن لاحزانهم هذا الذي امرنا به ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي امرنا به ولذلك هذا المفهوم ينبغي ان ينمحي من ثقافه المسلمين جميعا لان سد عليك باب دارك واستريح هي ثقافه غربيه لا يسلمون حتى على بعضهم البعض في بعض الاحيان ولو كانوا في عماره واحده لانهم يعترفون ويعتبرون ذلك دخول في امور شخصيه للشخص الاخر اما نحن عندنا في الاسلام علمنا رسول الله وعلمنا الصحابه الذين تعلموا في مدرسه رسول الله وعلمنا القران الكريم الذي كما قلت هو المنهج ورسول الله هو المطبق لهذا المنهج كيف يجب ان نتعامل مع جيراننا كيف يجب ان نجعل من ذاك الجار قنطره نعبر من خلالها الى الجنه نعم نعم ايتها الاخت الفاضله نعم ايها الاخ الفاضل نعم ايها الجار نعم ايتها الجاره نعم جارك يدخلك الجنة كما يدخلك النار تعالوا معي لكي نصحح هذا المفهوم ونزعزع هذه القناعة باش ما بقيش غنسدوا علينا بيبان ديال ديورنا ونستريحوا راه ما والله لن نستريح وانما سنستريح ونعيش في راحه نفسيه حينما نقوم بعمل فيه اثر يدخل الفرحه على الاخر وهم الجيران تعالوا معي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل يقول له يا رسول الله دلني على عمل إذا قمت به دخلت الجنة ما قال له سير تصلي وغلق عليك باب دارك و... وبكي على خطيئتك فقط وإنما قال له كن محسناً كيف يا رسول الله اعرف انني محسن؟ او مسيء؟ فقال له اسال جيرانك وهذه خطيره يا احبابنا اسال جيرانك فان قالوا انك محسن فانت محسن وان قالوا انك مسيء فانت مسيء الاحسان الى جارك حينما يمرض تزوره عيب عيب ان يمرض جيراننا ولا نعرف بمرضهم الا عند موتهم نذهب الى المسجد مسجد الحي في بعض الاحيان وهذا يقع كثيرا فحينما نسال عن الجنازه يقال لنا فلان وهو جار لنا ما يبعد منا او عنا الا بمرمى حزر امطار لا تتجاوز المائه متر في بعض الاحيان والستين متر في بعض الاحيان بل الادهى وامر في العمارات الباب عند الباب ولا نعرف شيء في بعض الاحيان لا يجمعنا الا الدرج او ذاك السلم الذي نسميه بلاسانسور فقط بل من الغرابه كما اخبرني احد الاخوه وهذه قصه حقيقيه انه كان يسكن في حي راقي من احياء الرباط فماذا وقع؟ غير سكناه الى منطقه شعبيه فلما سالته كيف تترك هذا الحي وتاتي الى هذا الحي قال والله تركت الهدوء من اجل الوئام تركت الهدوء من اجل ان اعيش في وئام مع المسلمين وحكى لي قصه غريبه انه مره قال لي احد الذين يصعدون معه العماره السلام عليك المره الاولى المره الثانيه قال له أرجوك لا تقل لي السلام هو قال له قالها له بالفرنسية لا يجمعنا إلا هذا الدرج ولا يجمعنا بين لا ليس هنا بيننا وبينك لا قرابة ولا أي شيء هذا مفهوم خاطئ بل الجار يجب أن نقدم له المساعدة إذا احتاج عيب علينا أن يكون عندنا ذهب مرصود أوراق في الأبلاك وجارك يحتاج إلى ألف درهم للتحليلة أو جارتك الأرملة تحتاج إلى ما تسدد به فاتورة الكتب المدرسية لأبنائها أو وصل موسم النفحات وما وجدت ما تكون به مع أبنائها أو عيد الأضحى ونحن لنا القدرة ولا نتعاون ولا تتضافر الجهود من أجل إدخال الفرحة عليهم وإن كنت أقول إن المجتمع المغربي بطبعه مجتمع كريم والمجتمع الإسلامي بطبعه مجتمع كريم لا يجمل به أن يرى أبناء الضعفاء وأبناء الفقراء وأبناء الأرامل واليتامى في أسوأ حال وأبنائه في أحسن حال هذا نؤمن به ونقر به لكننا نريد ان نصحح هذا المفهوم حتى لا يبقى عندنا بتاتا لا نريد ان تكون عندنا خصله واحده ووحيده فقط مما يخدش كرامه الكرم في مجتمع الاسلام وفي مدن الاسلام بل يجب ان نعيش بهذه القناعه التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابه فيما رواه الامام البخاري وكذلك الامام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فعلى الأقل يجب أن نجنب إدايتنا لجيراننا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أما الإحسان هو الأصل. الإحسان هو أصل لجيراننا. ولذلك اعلم بان الله عز وجل يقول لي ولك بدل من سد الباب وتستريح المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير واحب الى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم بل رجل جاء الى رسول الله وقال بعدما تاقت نفسه إلى العزلة أن يعتزل الناس فقال له لا تفعل لا تفعل حركة في سبيل الله وأن تقوم في سبيل الله خير لك من أن تعكف في بيتك على الصلاة سبعين عاما الله أكبر كم هي جميلة كم هي جميلة أن تكون خادما للناس تفرح حينما تدخل عليهم الفرحة حينما تكفكف دمعة ذاك اليتيم حينما تمنع تلك الأرملة من الوقوع في ما لا تحمد عقباه كم هي الحسنات التي ستصلك وسيختم الله عليك حينما لا تقفل عليك باب بابك لقصد الاستراحة وتخالط الناس يختم الله عليك بأحسن ختمة يجعلك الله من المبوعين في الدنيا وفي الآخرة وتعالوا معي إلى قصة حقيقية وقعت في زمن التابعين رجل كان اسمه عبد الله التيسيري يخالط جيرانه ولكنه كان يصبر على أذاهم فكان في بيت جاره وليس مسلم مجوسي ثقب من كنيفه أعزكم الله يتسرب منه ماء فلما مرض استدعى المجوس وقال له يا أخي انظر إلى ذاك الثقب إنه من كنيفك فأرجوك أن تصلحه فبدأ المجوس يبكي فقال له ما يبكيك قال له يا أخي عبد الله أتصبر على إداية كل هذه السنين والشهور وأنا بجانبك على دين المجوس مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله النبي أو لم يكن له جيران هل كان يق... يقاطعهم هل كان يسد باب بيته عنهم أم كان يزورهم ولو لم يكونوا على غيره ولم لم يكونوا على ملته من يهود وغيرهم فمنهم من أهداه سلهامه ومنهم من طرق بابه وهو مريض ومنهم من أدخله إلى الإسلام في آخر لحظاته حينما زار بيت يهودي عنده مريض شاب فقال له يا ولدي اسلم اضمن لك الجنه فما كان من الشاب الا ان نظر الى ابيه فقال له الاب اطع ابا القاسم فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول فمات هذا هو السلوك الذي يجب ان يكون عندنا الصحابه كانوا حينما يذبحون شاة او ديك يقولون لغلمانهم اذهبوا بجزء منه الى جارنا اليهودي إلى غيره فكيف بجارك المسلم ولذلك هذا المفهوم الخاطئ سد عليك باب دارك وتستارح لا علاقة له ولا مجال له ولا مقام له في قاموس الإسلام وإلى أن ألتقي بكم في تأمل آخر مع مفهوم آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله